نبأ عظيم لعشاق مسلسل شرب التوت البري. وفقا لقرار المحكمة الذي تم نشره للتو، تم إلغاء العقوبة التي فرضتها هيئة الرقابة الحكومية إيرتوك على المسلسل التلفزيوني. نقضت المحكمة قرار رقابة الدولة، لأن المحكمة الإدارية في أنقرة ألغت قرار إيقاف بث المسلسل الشهير شرب التوت البري لمدة 5 أسابيع، وهو القرار الذي اتخذته هيئة الرقابة الحكومية إيرتوك سابقا. وبررت سلطة الدولة هذه العقوبة القاسية بالإشارة إلى أن المسلسل يحتوي على مشاهد مكثفة للغاية تمس بالأخلاق بشكل كبير. ومع ذلك أيد القضاة الحجج التي قدمها الفريق القانوني لشركة إنتاج جولد فيلم، معتبرين أن قرار إيرتوك قاسي للغاية. ومن الجدير بالذكر أن المسلسل تم حذفه مؤقتا من الهواء لمدة 2 أسبوع في فصل الربيع، ويبدو أن القصة قد تنتهي هنا ما لم يقرر ممثل رقابة الدولة اللجوء إلى سلطة أعلى. وسأواصل مراقبة تطورات العرض، لا تنسوا متابعة الصفحة.